مساء الخير عليكم. البرد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الو شوفوا شنو كندير دابا. كنخوي باش نمشيو للمغرب والمغرب. شي كامل حوايج ولدي غندوي المغرب، بعدا نجمع حوايجي انا. دابا غدا ان شاء الله غادي نمشي، وصراحه مرتبكه انني غادي نمشي 7 سوايع مع بيبي كبير. بيبي كبير يعني كيتمشى كيتحرك، عنده الحلق، ما خايفاش، ما هزاش الهم انني غدا بوحديتي. علاش؟ لحقاش لي فول من كندا للمغرب تيكونوا بالليل مع 7 تتمشي الطياره، دونك فهمتي كتكون قربت الوقت ديال النعاس ديالو، دونك غادي ينعس في لو فول. المهم خصني نجمع، انا دائما تنجمع في الدقيقه 90 زعما شتفرنيسه وغاش تحيد لي نوجي. لا ولكن واخا هكاك لقيتيني عاد بكيت واحد الشي شويه، واخا ما بيناش فيا، انا غعيانه بزاف دابا في الظلام، ما كتبين حتى شي لعبه، ما كنحشمش. قربت ندير تبارك الله والصلاه على النبي 100,000 ابوني، مازال ما عفا عليا شي شري شي كاميرا شي اضاءه. المهم واخا هكاك جاني واحد الحزن وبكيت واحد الشي شويه عاد دابا، ما عرفت لحقاش صراحه كيبقى فيا راجلي زعما كنخليوه بوحديتو. هذا هو الضريبه ديال انك تكون مجوج بواحد الانسان بعيد على دارهم بزاف. الوقيته هادي ديال راس العام كتكون العطله وداك الشيء، هو غيبقى بوحديتو شويه قاصحه، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم نجمعو، كنت كنجمع الحوايج، واحد السروال من السراويل القدام تسد، طلع وتسد. وماشي زعما مزاير، زعما ما رانيش زعما طرطقتو شويه، انا الفخيضات ديالي فهمتي خارج هادشي بحال شي خبيزه خامره، ولكن من هنا يتسد. بديت كنضعف، المهم نعاود نقولها لكم للمره المليون، والله ما كندير شي ريجيم، قسما بالله ما كندير شي ريجيم، ما كندير شي رياضه. جو بونس دابا الرضاعه عاد بدات كتعطي المفعول ديالها. شو راه تقولي با، شوف شوف ديالو هو كي داير، فيه الهيبه والزروقيه ديالو زوينه، وانا ديالي مبرهش. شو شو الزرق ديالك انت كي داير؟ شو الزرق ده هذا كي داير؟ شو الزرق لهذا؟ علاش انا داروا لي هذا الشيء مبرهش بحال هكا بحال ديال الدراري الصغار؟ ما عجبنيش. اليوم غادي للمغرب، اليوم نهار الحد، ما نعستش تقترب الليل، ولدي رشقات هاد الليله ما ينعسش. الليل كامل هو باغي يرضع، ومن الفوق فاق مع 6، هادي 12 وعاد ضربه بالصفره. هو ناعس مسكين، نسيت ما صورتش الماكله حيت كان فيا الجوع، ولكن صور الديسير. شنو سميت هادو؟ كانولي. اون ايطاليان سميتو كانولي. وي. عرفتي فاش كنت صغيرة كنت ما كنرضاش نجي لهاد اللعيبات. شو ديك البيت صغيرة كتفكر شوية تكيوز، ما يمكنش الدراري الصغار هذا كيقتلوني بالضحك. الصغار هي ديك اللي واقفة تما في القدام كتشطح معاش وحدة كبيرة. المهم قلت لك وقت ما كنرضاش، وكان بحال دابا كيجي داك الكلو كيبغينا نديرو التران ونتبعوه، ومن بعد كيدينا فوق المنصه، وكنبقى كنقول لماما اجي تديني كيبغيو يهضروا. المهم ملي كنت صغيره كنت كنرضى زعما نجي، ما عرفتش علاش هاد التعقد، ويا ربي ما يطلعش ولدي بحالي. المهم باقيين حويجاتي هنايا، حويجاتي هنايا الروينه
ناموسيه مطرطقه بناموسيه ديال البيبي اللي ما عمرنا كنستعملوه. حتى هذه صراحه شراوها بكري ودابا ولا كيتمشى دونك ما استعملهاش فريمون، زعما ما تحركش بها. فاش كانوا شراوها له كانت باقا عنده قلا ربع شهور. دازت سيمانه ما صورت ما درت حتى شي حاجه، دزت صراحة سيمانة صعيبة. دوزت نهار في الجحيم في المطار فاش وصلت. السفر مع بيبي صعيب، هادشي اللي نقدر نقول لكم. انا صراحة ما كانش خالعني في الاول، لحقاش قلت ولدي غادي ينعس في الطيارة، وقمت في داكشي اللي طرا. ولدي نعس في الطيارة فريمون، في وسط الطيارة ما كرفصنيش ما عذبنيش ما ديرونجاني، لا انا لا الناس اللي حدايا. دوك الناس اللي حدايا قالوا لي تبارك الله عليه ولدك ما دارش صداع. اللي صعيب هو تأمباركي في الطيارة وتديباركي من الطيارة. عندي جوج ديال لي ساك وولدي والكروسة. مهم راه روينة باش نحيد الجاكيطة ديالي ونحيد الجاكيطة ديال ولدي، وولدي كيبغي يتحرك كيبغي يمشي وانا خصني نقبطو، ودوك جوج ديال السيكان. خلاص فاش خرجنا من الطيارة عاد خرجت الكروسة، عاد حطيت فيها داكشي ديالي وقلت الله على راحة. انا كنخرج كتبان ليا واحد الصف على الديوانة. دايرين زعما الاولوية للمعاقين ولا الناس اللي عندهم لي بوسات؟ نهائيا كلشي شاد الصف. حتى قربنا نوصلوا لعند داك اللي كيطبع لك الباسبور، هو داك اللي خدام تما قال لي اه وانتي بلا بوسات واجي لهاد الصف هذا. فاش جا دوز نصف ويا واحد خيتي نقزات وهي تقول له ايوا علاش دوز شي وحدين وحنايا هنا واقفين من الصباح. هادي وحده ما عندها لا بيبي لا والو، زعما كاينين شي بشر. المهم حقدت في ديك اللقطه فريمون، ما حدي انا كنتسنى ما حدي كنحقد، لحقاش السبعه د الصباح انا بعدا ما نعست حتى شي دقيقه في الطياره. وهزه ولدي، ولدي طاب صافي عيا فاق، خاصو ياكل خاصو يبدا نهارو، ماشي ميم با ما خصوش يبدا نهارو، كان مخربق لحقاش نورمالمون راه باقي ناعس في كندا، كون كان في كندا راه مازال ناعس. المهم مره كنهزو مره كنحطو، كاينين شي ناس كيبقاو يدحسو معاك وكيسبقوك في الصف وكيدوروا وجههم زعما باش ما يشوفوش فيك، فهمتي؟ زعما راه عارف راسي قفرتها معاك غير ما تشوفيش فيا وما تهضريش معايا. مشيت نجيب لي فاليز ديالي، لا فاليز الاولى لقيتها محطوطه ماشي في هذيك السين اللي كدوز، لا فاليز الثانيه جالسه كنتسنى كنتسنى داك الراجل اللي كان هذوك اللي كيهزوا معاك الباجاج. قال لي اختي راه خرجوا لي باجاج كاملين، غنمشي نترزق الله سمحي لي، ها الباجاج ديالك سيري ديكلاري. ما فقدتش الامال، بقيت كنتسنى حتى حبسات هذيك السينتا. ايوا صافي ديك الساعه جاتني البكيه، جاتني السعره، فاليز ما كايناش، ما خليت كنقلبت عليها. مشينا باش نديكلاري، ولدي بدا كيبكي، هزا لا بوسيت والساك والساكادو ولا فاليز دفعاها. ما فهمتش واش ربي عطاني شي ربعه اليدين في ديك اللقطه، ما عرفتش كيفاش درت داك الشيء، ما عرفتش. المهم مشيت جالسه كنتسنى باش نديكلاري، كاين حتى شي واحد ما كيافونسيش الصف. صافي ولدي بدا كيغوت، جلست كنرضعو، بديت كنبكي لحقاش ما نعساش. توترت من واحد ماما. وشويه وهي كتبان لي واحد السيده جره دوك لي فاليز على الرام اللي بقاو تماك مجليين، وهي تبان لي لافاليز ديالي. قلت لها اختي هادي راه لافاليز ديالي، قالت لي واه لقيتها غير مجليه في واحد القنص. هادوك الناس اللي تيخدموا في المطار انا بغيت غير نعرف علاش كيقبطوا لي فاليز وكيجلوقوهم كيرميوهم، والناس كيبقاو يحماقوا يقلبوا على الباجاج ديالهم. قبل ما نخرج عند ماما قلت لها شوفي راه الا خرجت ساعره راه ما تديوش عليا. ما نعساش وزادوا هادوك كملوا ليا، حد لابس واحد اللبسه زرقاء تماك ما عرفتوش شنو، واش خدام في المطار واش البوليس ما عرفتش. قلت له عافاك كيشوفني عندي دو فاليز، دابا ولاو عندي دو فاليز ديال 23 كيلو الوحده. قلت له عافاك شوف ليا شي شاريو. قال لي سير اختي شوفهم ليه ودور وجههم. مشى واخا عرفتها ماشي خدمته، غير دير بوجه زعماك واحد الانسانه كتشوفهم عتيك كنعراق فزقت عيني منفوخين حمر باينه باكيه. خرجت من تماك تخوماتيزي، وحق الله الا خرجت من تما متخوماتيزي بهذا ليفينمون هذا. رح بحره باش قديت شعري قديت ضفاري، حاولت نتحرك شويه لحقاش السيمانه كامله وانا بحال شي زومبي، ومازالين حوايجي في لافاليز. ولدي كيعاونني شكرا. الديره ديالي. المهم انا هبطت نصلي دابا شحال الساعه، دابا هادي راه بقى لها الوحده ونص الليل، غادي نصومو ان شاء الله. كنت باغا ناخذ واحد الساندويتش ديال الكفته مشويه والكوتليت ولكن ما لقيتوش، الو غادي ناكلو لي بات. هذا هو
السحور ديالي داير بحال هذيك الماكله اللي تنخليو للمشاش. فرحانه غدا صراحه نعيشو شويه الاجواء الرمضانيه بيسكو طول الوقت غادي يصوم في الدار واخا ماشي رمضان. دابا بقاتنا شي ساعتين ونص نفطرو. صراحه داز النهار ساهل لحقاش النهار قصير تو سامبلومون، ولكن كليت بالغلط، يا ربي تسمح لي، كليت بالغلط. كنت كنقي لولدي الحوت وبلا ما نحس وانا ندير واحد جوج اللقمات في فمي. الجوع واش ودن ودن فرقوا الصيام. النهار اللي وصلت غادي نتفرج بوحدي تي وما يديرونجني حتى شي واحد. غنبدا هذا المسلسل هذا، ممكنش نوصف لكم السعاده ديالي وانا كنتفرج بوحدي في سوكات. داك السي سليم انوري الاول. شكون السي سليم؟ لا عرفتي شكون السي سليم؟ شكون ناري قال السي سليم وانا نتخلع. السي سليم كان واحد واحد الحمق محسن حجبانه وكان كيجي حتى لراس الدرب وكي بتسروال قدامنا. اول مره دارها ما عشتش سيمانه. اي 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 انا نروح الغنا انا من نهار قررت انني ما غاديش نكون مغنيه. ما بقيتش في الدوش ما كنغني. وحق الله انا في الدوش كنولي كنغنيش كنغني بحال دابا مع الاغنيه لا والو، كنغني حتى وانا مع راسي فغنغني لكم نتوما. الناس اللي كيعرفوا يغنيو شحال تيكونوا محرجين. لا فاش دابا كيعرف يغني وكيبغي يغني قدام كلشي، كيبغي يسمع صوتو لكلشي وكيبقاو يغنيو. اي راه كفهمتي داكشي على البروفيست، كتكون جالسه وعلاش تبداو يغنيو وخصك تبقاي ديري لا تيقولوا على كلشي. وكيت تسنى لا غياسيون شوفينا شنو غنديروا عاد كيدير ما نعسوش ما نعسوش. قولهم قولهم كليتيها. صباح الخير، حنايا في مدينه مراكش. تي كتشوف كلشي متكي كيتشمش وانت كتبغي تكي تشمش ولكن مايمكنش مايمكنش. ولكن هذه واحد النصيحه غادي كنقولها ديما من راسي وديما كتبردني. كنحس براسي بلي مازال تبعني الطريق طويله، كنقول معليش. وهانتي شحال نقولوا هاد الاولاد هادو، نفرضوا مثلا درت ثلاثه حماقيت ودرت ثلاثه، شحال كاع غياخذوا ليا من حياتي كاع ماكسيموم واحد 10 سنين. فاش كنقول راه هاد الوقيته هادي راه والو من العمر ديالي، فوق ما كنعيا مع ولدي كنقول هاد المده اللي راني كنكرس ليه راه والو من حياتي. كنبرد انستونتانيمون في البلاصه. دونك فوالا، وشحال سافرت وشحال تجبدت وتشمشت ودرت وفعلت. هادشي اللي غادي نختموا به حنايا هاد الفيديو هادي، غنختم هاد الفيديو هادي اون ا جود نوت. لحقاش انا كتعرفوني واللي متبعني غادي يلاحظها، ما كنبغيش لي فيديو ديالي ما تكون فيهم حتى شي نصيحه. غتلاحظوا واحد القضيه في كاع لي فيديو ديالي، وخا تمشيو تقلبوا عليهم وحده بوحده غادي تلاحظوا واحد القضيه، وانني كنحاول انكم دائما تكونوا خارجين بشي حاجه بوزيتيف من لا فيديو ديالي. الا ما كانتش بشي ضحيكه ضحكتكم، تكون بشي معلومه عطيتها لكم اللي كنظن انه ماشي كلشي كيعرفها، ولا نصيحه ديال من اخت الى اخرى. كيف هاد الجمله
نختموا بها ياك. نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو هادي، ما تنساوش تابوناو وديروا جيم وتبارطاجيو، ونتلاقاو ان شاء الله في السيمانه الجايه. باي.